السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الفقر في العراق ليس كذبة. سيكون مشاهدينا الكرام هاشتاغ هذا الأسبوع في موقع تويتر هو فقر العراقيين. بإمكان حضراتكم التفاعل مع هذا الوسم في موقع تويتر لإبداء آرائكم و التغريد بما لديكم بخصوص الوضع الاقتصادي في العراق وحال العراقيين الفقراء اليوم والتي تقدر عددهم بالملايين. مشاهدينا يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا عبر إرسال رسائلكم عبر تطبيق الواتساب والتي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، وعد العراقيون بالرفاهية والرخاء الاقتصادي والحياة الكريمة من قبل حكومات الاحتلال وأحزاب السلطة التي حكمت 19 عاما ولا تزال بلدا من أغنى بلدان العالم. العراق رزح طيلة هذه السنوات مشاهدين تحت حكم مجموعة من اللصوص القتلة بحسب العراقيين أنفسهم، مجموعة من المقنعين بقناع رجل دين، معمم، شيخ، حاج، أفندي، بقناع مدافع عن حقوق الشعب وحريص على الإصلاح، بقناع صاحب شعارات البناء والتنمية، بقناع المدافع عن وحدة العراق وسيادته. وهم في الظل وحوش كاسرة لا تأخذها شفقة ولا رحمة بشعب عاش حياته بين طيات الحروب، الموت، الفقر والدمار. هل يعقل مشاهدينا بعد 19 عاما من مليارات ما دخلت خزائن العراق الحديث منذ العشرينيات إلى 2003 تختفي وتضيع، تسرق دون أن يعلم أحد أين ذهبت، دون أن يحاسب سارقها؟ هل يعقل أن هناك أكثر من 12 مليون عراقي تحت خط الفقر؟ لكي لا أطيل الحديث أكثر على حضراتكم وأترك المجال لتعليقاتكم وإجاباتكم على هذه التساؤلات، دعونا نتابع مشاهدينا هذا التقرير لجرافيك الذي يبين شيئا من كارثة الفقر في العراق، لنشاهد. مشاهدينا الكرام، هذه بعض المعلومات التي عرضناها بشأن الوضع الاقتصادي في العراق، بشأن أعداد الفقراء، بشأن ما يتقاضاه المسؤول في العراق وبين ما يتقاضاه المواطن العراقي. بحسب الوثائق وبحسب تصريحات وسائل إعلام وبحسب ما نشرته أيضا وسائل إعلام حكومية وغير حكومية أو موجودة في العراق، تم الحديث عن أكثر من 8.5 مليون دولار مجموع ما يحصل أو تحصل عليه الرئاسات الثلاث خلال 4 سنوات من حكمهم. طبعا خرجت لجنة النزاهة أو بعض الجهات، اللجنة المالية النيابية وبعض الجهات الأخرى نفت هذا الكلام وقالت هذا كلام غير صحيح، لكن أيضا كان هناك كما تابعتم ضمن الوثائق وثيقة تبين، وهي صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، تبين أن الراتب الإسمي للرئاسات الثلاث لكل فرد منهم 8 ملايين دينار عراقي شهريا. طيب، ما الذي يقدمه هؤلاء لملايين العراقيين حتى يستحقون هذا الراتب؟ ولماذا تثقل ميزانية أو تثقل ميزانية الدولة العراقية من رواتب أكثر من 5000 أو 6000 موظف يعملون في الرئاسات الثلاث؟ لماذا
هذه الأعداد الضخمة من هؤلاء الموظفين، وفي النهاية لا توجد خدمات تقدم إلى المواطن، إذن ما قيمة هذه الأموال التي تنفق على هؤلاء والشعب أولى بها؟ مشاهدينا الآن دعونا نتابع بعضا من آراء مواطنين عراقيين بشأن الوضع الاقتصادي في العراق وما تعليقهم على الأزمة الحاصلة الآن وأعداد الفقراء التي كما قلنا بالملايين، لنشاهد. ارتفاع نسبة الفقر بالعراق وآخر إعلان لوزارة التخطيط بأنه ارتفعت فوق 16%، تجاوزت هذا الحد، هي المنظومة السياسية بصورة عامة تتحمل هاي التكاليف، تتحمل هاي عدم التناسق، عدم الموازنة بين المجتمع وبين السياسي. ليش؟ لأن احنا اليوم عندنا بالمجتمع العراقي بين سيطرة الطبقة السياسية اللي هي خلينا نقول الأحزاب الدينية بصورة عامة على المنظومة السياسية لأغراض شخصية مو لخدمة المجتمع. الأسباب اللي رفعت مستوى الفقر في العراق كثيرة، بدءا طبيعة النظام اللي اعتمد على الاقتصاد الريعي ولم يطور لا الزراعة ولا الصناعة ولا السياحة ولا كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، فكانوا معتمدين فقط وألغوا الصناعة وألغوا الزراعة، معتمدين فقط على فلوس النفط، وفلوس النفط راحت في عمليات الفساد. وزارة التخطيط أعلنت بشكل رسمي أنه نسبة الفقر تجاوزت 25%، حوالي أكثر من 10 مليون مواطن تحت خط الفقر الآن، إضافة إلى 8 ملايين عاطل عن العمل من خريجين الكليات والمدارس والإعداديات. الفقر هو مو يعني حالة تصير طبيعية لعدم وجود برامج تنمية. الفقر مو فد شيء يعني حتمي، وإنما الفقر هو شيء يعالج بالخطط، خطط التنمية سواء كانت زراعية، صناعية، الاستفادة من القدرات البشرية. علاجه جدا سهل خصوصا بالعراق، لأنه العراق متوفرة عنده جميع الإمكانيات للقضاء على الفقر. العراق يجب أن يكون مصاف الدول اللي هي مستوى المعيشة بها جدا جيد، وكان مثل للآخرين رغم سوء الإدارة المتراكمة بالثروات الوطنية سواء كانت طبيعية أو الثروات البشرية، لكن هو كان أيضا يحرز مواقع جيدة. حاليا الدهور أكثر نتيجة الفساد، نتيجة سوء الإدارة، نتيجة تدخل القوى الأخرى بمباركة الكتل الموجودة اللي تقود، وإلا هو يعني يجب العراق أن يكون بمصاف دول المرفهة، دول الرفاه، الدول اللي يساهم بالاقتصاد العالمي لها دور من حيث الموقع ومن حيث الثروات، ثروات طبيعية هائلة جدا. كلام جميل جدا طبعا من هذا الرجل وطبعا من جميع المتحدثين، وحنعرض بعد أثناء هذه الحلقة أيضا لقاءات أخرى مع مواطنين عراقيين أيضا أبدوا آرائهم بشأن الوضع الاقتصادي وبشأن الحال اللي يعيشه المواطن العراقي اليوم في زمن المليارات، في زمن الملايين من براميل النفط التي تنتج يوميا وتباع، في زمن مليارات دخلت إلى خزائن الدولة العراقية لم تدخلها قبل 2003. طيلة هذه السنين من 1920 إلى 2003 لم يدخل العراق ما دخله بعد 2003 من أموال. اليوم مشاهدينا الكرام الوضع كما قلنا وبتصريحات وزارة التخطيط وكذلك البنك الدولي أكثر من 12 مليون عراقي تحت خط الفقر، ويقاس خط الفقر أصلا بحسب البنك الدولي أنه أي فرد يتقاضى أقل من دولارين في اليوم الواحد هو يعتبر تحت خط الفقر. إذن أكثر من 12 مليون عراقي يدخل إلى الفرد الواحد منهم أقل من دولارين في اليوم الواحد، وهذا معناه أنهم لا يحصلون على 3,000 دولار خلال 4 سنوات، في حين ما يحصل عليه المسؤول خلال 4 سنوات بحسب الأرقام أكثر من 8.5 مليون دولار بالنسبة للرئاسات الثلاث. شوف المقارنة لما نتكلم عن 12 مليون شخص يتقاضون الواحد منهم 3,000 دولار أو أقل خلال 4 سنوات،
في حين المسؤول الواحد من الرئاسات الثلاث يحصل على 1.5 مليون إلى 3.5 ملايين دولار خلال 4 سنوات من فترة حكمه. هل هذه مقارنة عادلة؟ هل هذا المسؤول يستحق هذه الأموال؟ لو أنفقت هذه الملايين على الفقراء العراقيين هل كان الوضع يكون بهذه الصورة أم سيكون أفضل؟ نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم كما قلنا من خلال الأرقام، ونرغب حقيقة بأن تبدوا آراءكم بشأن هذا الوضع، وأنه ليش إحنا اليوم في زمن 2022 عام 2022 عندنا 12 مليون عراقي تحت خط الفقر بالنسبة للتصريحات الحكومية. طبعا هذه الأرقام الحكومية، الأرقام قد تكون أكبر من ذلك بكثير، لكن كالعادة كل دول العالم وفي العراق هذا الموضوع ليس استثناء يكون هناك تحجيم للحقيقة في سبيل عدم الظهور بالوجه السيء. نبدأ نسمع السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد محمد، بالنسبة للمعدلات الفقر والبطالة جاي نشوفها تنتشر تتوسع، ليش؟ السبب الفساد، سوء الإدارة. احنا ما عندنا إدارة اللي تحقق مصالح المواطن اللي يعني تنهض بي إلى 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 يعني يقضى على الفقر. لكن يا أخي إحنا لما هيك ناس يعني ما عندهم اهتمام، ما عندهم أي فكر لإنارة هذا البلد، معالجة الفقر، معالجة البطالة، هذا هو اللي يعني جاي يزداد سوء يوم بعد يوم، لأنه ما عندهم الحقيقية لخدمة هذا البلد. يعني دخل ناس، مجموعة من السراق، مجموعة من اللصوص، مجموعة من الفاسدين اللي اجت استولت على خيرات هذا البلد، اللي نهبت ثروات هذا البلد. هذول هم جياع، هم اجوا حفاظ عراب، دول استلموا يعني جياع وحفاظ وعراب، صار لهم 19 سنة، واحدهم اللي اجى مبهذل هسه تباوع عليه نظيف وكاشخ وكذا. هاي بفلوس العراقيين، مش بعوض طيلة 19 سنة من السرقات، بحيث انه هو اليوم يباوع على المجتمع، يباوع على الفقراء. 19 سنة اقل واحد منهم اذا يعني ما عنده فلوس عنده 1 مليون دولار، هاي هيجي يعني احنا بدنا نتكلم ارقام هاي بسيطة. لكن هذا المسؤول اللي وصل الى هذه المرحلة من التخمة ليش ما ينظر الى حال الفقير؟ وهم اللي قالوا احنا اجينا على مودكم، احنا اجينا على العراق الجديد، عراق الرفاهية والرخاء الاقتصادي وحرية التعبير وكل هذه الشعارات. يحضرني قول للإمام عليه السلام الله عليه السلام محمد، يقول لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت. فذول هم جياع، ايش بدكم تزيد الأرصدة مالتهم؟ هم يخافون من يوم الفقر اللي اجوا منه، يتذكر ايام الفقر. فذول يا اخي ما يعني ترجع من عندهم خير لخدمة هذا البلد وخدمة هذا المواطن. ذولا يعني يوم من بعد يوم يطغون، واحنا نشوف يعني كونوا امبراطوريات او اقوال اقطاعية صارت. يعني اجوا من لا شيء صاروا شيء، براس هذا الفقير. ويعني الصراحة انا لوم باللائمة على المواطن العراقي. يا اخي هو اللي انتخبهم وهو اللي يتحمل. يعني هسه اضرب لك ابسط مثال، هسه على سبيل المثال فلان من الناس معمم راح الى دوله يعني العفو الى محافظه فقيره، واضرب لك مثلا السماوه، خلينا نروح مثلا عمان حكيم، خلينا نضرب هيك نسمي المسميات، خلينا نروح للسماوه، شوفوا كلهم يعني يقومون بالترحاب وبالمهاوي مالتهم يروحون للسماء. يا اخي ما يصير هيك، دولة مثل هيك ناس يذكروني بايام الجاهليه، من يصنع الشخص الصنم ويرجع له. يا اخي مو انت اللي صعدت هذا الشخص، انت اللي صعدته، شلون انت يعني تصفق له؟ طيب. وشلون يعني ترفع من قيمته؟ يعني سيد عبد الرزاق، انه ذنب العراقيين ان هم وثقوا بمجموعه من الكاذبين، من اللصوص، من القتله، يعني ذنب العراقي انه هو صدق للحظه انه هؤلاء ممكن ان هم يغيرون شيء؟ طيب يعني هل يعقل انه او هل من الصحيح انه يتم تحميل المسؤوليه كامله للمجتمع، ام يتم تقسيم هذه المسؤوليه على الجميع؟
هي اكثر شيء يوقع على المواطن سوء اختياره. استاذ محمد اكو قول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المسلم من جحره مرتين يا اخي 19 سنه صاروا يعني ما يصير. واكد لك استاذ محمد اذا رجعوا في الانتخابات نفس الحاله اللي تقعدون تخبوهم يا اخي المشكله احنا عندنا يعني بقله الوعي يعني ما اعرف يعني هل المفروض يعني المواطن يكتشف حقيقتهم حتى على مود زي طبعا كلام حضرتك سيد ابو عبد السيد عبد الرزاق كلام حضرتك ينطبق على الفئه القليله اللي شاركت في الانتخابات الاخيره لانه بحسب المسؤولين هم نفسهم المشاركين بالعمليه السياسيه يقولون 85% كانت نسبه المقاطعه. اذا هنا الكلام اللي حضرتك بدك تتفضل به ينطبق على شريحة بسيطة ربما بعض المخدوعين وربما بعض المنتفعين لأن واقع الحال يقول بأن هذا الكلام أصبح كلاما لا ينطبق على العراقيين ككل ينطبق فقط على بعض من المجتمع. والمشكلة أستاذ محمد هذه الكمية من الجهلة اللي تنتخب صوتهم مسموع صوتهم يعني جاي مثل ما تقول مدوي بالشارع ذول اللي ما انتخبوا يعني الصوت مالتهم خافت فحتى ما يظهر لك هذا مثل هذا الضجيج اللي اثر على مستقبل العراق. سيد عبد الرزاق انا اكتفي بحضرتك بهذا القدر. طبعا هذا الكلام محل خلاف حقيقه او جدل لانه بالنهايه انه هؤلاء الذين انتخبوا او صوتوا النسبه القليله هم ليسوا الاقوياء الذين فرضوا كلمتهم على المجتمع او على الشارع. هم بالنهايه مجموعه من المسنودين دوليا، لولا الاراده الدوليه اللي ارادت ان يبقى هؤلاء في المنصب وتبقى هاي الاحزاب هي اللي تحكم العراق. هاي النسبه اصلا نسب غير معترف بها على مستوى العالم. رغم انه العراق ما بي قانون يعني يبطل الانتخابات انه اذا شاركت بها نسب قليله، لكن القصد عموما يعني هذا مو موضوعنا اليوم بقدر ما موضوعنا الوضع الاقتصادي والازمات اللي يمر بها العراق. محمد من البصرة تفضل يا محمد. سيد محمد من البصرة السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ اخوك وياك محمد من البصرة حياك الله. استاذ عندنا مشكلة جاي تصير ما الشعب العراقي كلها ما يعرفها. شنو هي؟ وهي تفضل الفترة اللي تعاقدت ويا شركة غاز. صوتك تدرون انت بس لحظة صوتك راح يا محمد. عيد لو سمحت الكلام. اكو شغلة ما جاي عرفها لا شعب البصري ولا شعب العراقي كله. شنو هي؟ شركة غاز البصرة تعاقدت ويا شركة غاز الجنوب. طيب جاي تعاقدت 20 سنة بس شعب البصره ما جاي يدري ما يعرف الشغله شنو. تمام جاي ينباع يوميا كل اسبوع كل شهر جاي ينباع الا شعبه الا قسم. طيب يعني الشركه قاعده تتفلس شيء ورا شيء. تمام انتم مستفادين شيء سواء الشركه موجوده ولا ما موجوده؟ انتم كاهالي البصره مستفادين شيء من ثروات محافظتكم؟ والله احنا على تعييننا ما جاي نحافظ. يوميا مهددين المسؤولين هاي كم من الشينات اللي جاي يسوونه 5 مليار و10 مليار ابيع لك الشعبه ولا القسم. ويا شركات اجنبيه ويا شركات عراقيه اهليه. نعم. الشركه تفلشت يعني يكون شعب البصري ينظر بهذا المنظر. يعني المحامين المسؤولين المحافظ الوضع كلش تعبان. يعني الطرف اللي دي يشتري هي شركات خاصه. اي ما تحس الا قالوا لك يابا شوف لك قسم والنقل. شوف لك وضع والنقل بعد احنا ما نعرف وين نوديك. من المسؤول عن يعني عن عمليه بيع شركه حكوميه الى قطاع خاص؟ والله استاذ ما اقدر اسولف لك. هو يكون واحد يبحث بال طيب بالشركه وعرض شنو الوضع. تمام يعني الوضع كلش تعبان. طيب شنو الفائده برايك اللي حترجع على البصره اذا انباعت الشركه الحكوميه لقطاع خاص؟ ساعدنا تصدير احنا بداخل الشركه. اكو فائده ممكن تعود على البصره على العراق من هذه الخطوه؟
اي هذا غاز البصره اللي بالبصره اليم البترو اي جاي يجيبون غاز من ايران ومن روسيا. طيب وغازنا وينه؟ غازنا والله ما ادري، جاي يبيعونا مقطع خاص ودي يحرقوه. اي طيب وما نعرف وين نشتكي ويا من نسولف وين نروح. سيد محمد، سيد محمد اللي دا تتفضل به حضرتك راح اربطه بموضوعنا اليوم، رغم انه هي قضيه يعني خاصه بيك انت ودا تتكلم. نعم هي ليست قضيه خاصه شخصيه، انما قضيه بعيده عن موضوعنا. عامه نعم عامه 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 صحيح صحيح، بس انا قصدي انا رجال موظف وين ما يود. بس لحظه، انا قصدي انه موضوع اليوم احنا نتكلم عن شريحه الفقراء في العراق والوضع الاقتصادي. بما انه انت من البصره وانت قريب على الناس اكيد تشوف اصدقاء اقرباء بالشارع، شنو الوضع الاقتصادي ووضع الناس بالبصره من الناحيه الاقتصاديه؟ هل هم مستفادين من ثروات المحافظه اللي هم بيها اللي هي واحده من اغنى محافظات العراق؟ لا لا استاذ ما مستفادين. يعني ما مستفادين. وين تروح الفلوس او ثروات البصره برايك؟ تروح للدول الخارج. والمسؤولين اللي بالمحافظه شنو دورهم؟ بعد الله اللي يعلم. يعني اسعد العيداني شنو دوره بالحفاظ على ثروات المحافظه اللي يديرها؟ اي لازم شنو دوره؟ شنو دوره؟ عنده دور برايك دا تشوف انه هو دا يعمل لابناء المحافظه، دا يعالج مشاكل الفقراء، دا يحاول يبقي على ما لدى هذه المحافظه من ثروات انه يوزعها على الناس بمشاريع باستثمارات، اكو هذا الشيء موجود؟ والله شو اقول لك يا استاذ، انا شو اقول لك؟ اي شلون اسولف لك وشلون ابدي؟ اذا يعني اذا تحس نفسك ما مرتاح انه انت تحكي وقلق من هذا الموضوع، يعني ما اريدك تحرج نفسك، لكن اذا عندك شيء تريد تضيفه بهذه الجزئيه اتمنى. والله استاذ احنا نطلب من الحكومه ان يصفون الوضع، يعني الوضع متأجج. طيب. يعني الدولار 145 نعم الكمية ما ب4000، كيس الطحين ب45 نعم، كيس الشكر ب70، يعني الوضع كله تعبان. طيب. يعني هذا اللي ما عنده وين يروح؟ الله يكون بعونكم يا سيد محمد من البصرة، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. وحقيقة مو بس محمد من البصرة، أي أحد من الأخوة المشاهدين إذا كانت لديه رغبة بالمشاركة بإبداء رأيه بقضية ويشعر بحرج أو تردد أو ارتباك أو خوف ربما من أن يشارك ويظهر صوته أو يصرح بموضوع أو يتكلم عن موضوع، فنطمئن الجميع بأنه كل السرية محفوظة لهوية المتصل، ولا حد يخاف أو يتردد أنه هو يشارك ويدلي بما لديه باللي يريده. اللي يشعر بحرج انه هو يتعمق بحديثه خلص يوقف عند النقطه اللي هو يشعر بها بالامان ونكتفي وياه بهذا الاتصال. فاتمنى من الجميع المشاركه لابداء الراي بخصوص موضوعنا، انه شلون تشوفون الوضع الاقتصادي بالعراق؟ ليش عندنا احنا اليوم بعام 2022 اكثر من 12 مليون فقير عراقي او تحت خط الفقر بحسب الارقام الحكوميه؟ احنا نتكلم اليوم فقط عن الأرقام الحكومية حتى نلزمهم من لسانهم اللي هم دي يتحدثون به. ويانا محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. ألو السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام البطل. حياك الله سادي العزيز. من 2003 لحد الآن هم دمروا البلد. لا زراعة لا صناعة، عمي كله على مود إيران، كفيلك الله على مود إيران، دمروا البلد والله العظيم. هالميدانية كلها يهربوها لإيران، يبنون مصانيع مدارس، كنا جايبين لهم هناك مستشفيات كفيلك محمد بيره، كلها بيره. ها خبنها ابو عوامه كفيلك الله، بيوتهم كلها بلندن. كنا سبع بيوت عنده، ثمان بيوت، تسع بيوت، كلها بيوتهم بلندن. كفيلك محمد. نعم. ابو عوامه هذا يدعي بالاسلام، يا عم بريء منكم الاسلام. طيب والله يعني اليوم حمد. اليوم شلون تشوف الخطوات اللي دا تسويها هذه الكتل السياسيه وخاصه ما يعرف بالاطار التنسيق اليوم؟ حزب الدعوة اللي منضوي ضمن هذا الإطار يقول احنا مرشحنا للانتخابات او لرئاسة الحكومة نوري المالكي، ونوري المالكي يطلع يقول المرحلة القادمة مرحلة بناء واعمار. السؤال ومو بس للمالكي، للجميع،
أنه برأيك طيلة 19 سنة ليش ما كانت هذه المشاريع موجودة؟ ليش اليوم وراء 19 سنة بعدهم يوعدون الناس أنه إحنا المرحلة القادمة مرحلة بناء ورخاء، المرحلة القادمة مرحلة استثمارات وعقود ومشاريع؟ طيب هاي السنوات اللي راحت والفلوس اللي راحت وين كانت؟ يعني شنو كان مصيرها؟ شنو مصيرها بالنسبة للعراق؟ سادي العزيز سادي محمد، ها كلهم حكي هيك، كلهم يضربون غبر للشعب العراقي، اما الفلوس يهربوها برا بالخارج، كفي لك الله. فايق عندي ملاحظه راح من والديك، فايق زيدان من حرس الثوري الايراني، فايق زيدان عليه جرائم قد شعر راسه، كفي لك الله. الصحافه البارحه صحافه احد الصحافات الاوروبيه عنت علي البارحه انه علي، كفي لك محمد. فايق زيدان ايراني من جماعة طيب. فايلق القدس الإيراني، كفيلك محمد، تحياتي لقناة الرافدين البطل. شكرا جزيلا محمد من أمريكا، ويانا السيدة أم أحمد من النجف، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يخليكم، الله يحييكم بقناتكم إن شاء الله وكل كادركم. الله يسلمك، حيا إن شاء الله. أستاذ محمد بالتسعينيات ما كانت الموازنة طبعا هاي الأرقام الفلكية اللي أستاذ أجيب لك واحد. من هذول الشرذمة زين، إذا قدر يحسب للمليونين للمئة مليون يمكن خيرهم للمليار يقعد معين وياه. فخبراء اقتصاد فرنسيين طبعا أنا خبر اللي حد الآن أذكره مونتي كارلو. قالوا لو صحت الأخبار وإنه العراقيين قاعد يصنعون نووي. فخمسة وتسعين يعني قسموها بهاي الطريقة، 95% تروح للعسكرية وتصنيع العسكر والنووي. تبقى 5% يقول 3% لو كانت ها تسرق من قبل الحكومة و 2% فقط إذا استخدمت بالصحيح للشعب العراقي لما بقى بيت بالعراق ما نبني من ذهب. هاي فوكت بالتسعينات لما اجوا دول الخيرين بداية السقوط تقرير فرنسي قالوا اكو بياني بالسبعينيات يقول انه العراق ثالث احتياطي او رابع احتياطي بالعالم من ناحيه النفط. فتبين لنا انه بالبحوث وبال يعني خلينا نقول العلوم الجيولوجيه اللي هي خاصه بيهم العراق عباره عن جزيره طافيه على نفط. طبعا بالمناسبه انطوا في وقتها تصريح على النفط ودخلت بيها تقارير تخص المياه الجوفيه. هسه طلع الكلام من يقولون هذا محيط بالانبار وغير العراق يقول منخفض، فالابار مالت الدول المحيطه تطلع سواء النفط. طيب هذا الكلام ماشي، هسه هذا الكلام وياك بس نعكس هسه نعكس على الواقع، عكسي لي على الواقع. هو انا هو شوي شوي اتوصل الواقع. هيك خير لما لزمه جوعان نفس ما مو جوعان فقر، الفقر ابدا ما كان في يوم من الايام عار للانسان. صحيح. اللي مو عفيف نفس يا استاذ محمد. يعني اكو فد حكمه حلوه لطيفه او حتى هو يعني ابيات شعر تدرج بهيك شيء معاني. ضعيف النفس اذا استحكم عليك وملكته الخير اتوقع من عنده يدوسك ويدوس بلد بالكامل حتى رقبته تضل. فاني مالت اجادل استغرب يعني احنا هذا الكلام أجادل. هذا الكلام هو صار واقع حال، لكن احنا نتكلم وندين هؤلاء من لسانهم ان هم قالوا احنا الوطنيين، احنا اصحاب المشاريع، احنا اللي اجينا وقضينا على صدام ودكتاتوريته وعلى الفساد وعلى تجويع العراقيين وادخالهم بالازمات. طيب هذا الكلام انتم بعد 2003 ما الذي حققتم من هذه الوعود؟ لما نسال لما نشوف الواقع انه احنا اليوم في زمن المليارات، وخاصه الان خزينه الدوله انتعشت بسبب الازمه الاوكرانيه الروسيه وارتفاع سعر برميل النفط، انه هذا الكلام اصبح بالعراق خلال الست اشهر الماضيه كل شهر منها يدخل العراق اكثر من 11 مليار دولار. 11 مليار دولار يعني فائض عن ما يحتاج العراق من مصاريف داخليه، وبالتالي الموضوع ليش ما يتحول الى منفعه للمواطن خلال هذه الست اشهر بس احنا نتكلم. شوف استاذ محمد انا ما اديهم لكم اقول اديهم انصبهم الكلام، لا لا لا، العراقيين يتحملون نتائج هذا اللي صار. ليش؟ لانه طبعا قناتكم هو يسمعوها وانا متاكده هو يسمعوها. بدايه السقوط اول ما صارت فكره الانتخابات فكانوا الكل المحيطين بي بصراحه يقولون ام احمد انت الى جهنم، قرروا مصيري يا ذا. ليش؟ لانه انت ما راح تنتخبين هذول. من كنت احكي اقول لهم من شعاراتهم عصوهم ذولا جايين معادين لكم، لانه مقتدى
يحكي على والده وسوى والده بتكون تراب المسكين وحتين كله عايش يتبرأ من عنده. أبو رمز العراق جاك عمار الحكيم يقول العراقيين مشان قبل أبوه العراقيين كلهم متخاذلين وبن مات أبوه يقول رمز العراق. زين أنت من جاي تشوف يوصفك بهذا الوصف الحقير أنت إيش تتوقع من عند هذا الإنسان؟ من اللي راح انتخبهم؟ من يعني من اللي قاعدهم على الكراسي صار محمد؟ طيب من اللي قاعدهم على الكراسي غير العقول التافهة تكرمون إلا ما رحم الله فالعراقيين يتحملوها ترى. ولما سيدة أكو ناس وأكو شباب فحد ما حد ساعدهم وما حد سندهم شبابنا لحد الآن نعم. إذا تحكي وقل لك اسكت مالك علاقة. شكرا أم أحمد من النجف أنا أشكر حضرتك. هي بالنهاية وجهات نظر وبالنهاية يرى البعض بأن العراقيين هم الذين يتحملون مسؤولية الاختيارات الخاطئة وتحذيرات القوى الوطنية اللي ناهضت العملية السياسية وحاربت المحتل فكريا طبعا وحاربت من حكموا العراق ودائما ما تشير وتضع النقاط على الحروف بلقاءات وندوات ومؤتمرات وتضع خوارط طرق لمشاريع إذا استخدمت بالشكل الصحيح وتم العمل بها فإنها ستنهض فعلا بالعراق وستخلص العراقيين من هؤلاء. البعض يرى بأن العراقيين يتحملون المسؤولية لأن ما سمعوا الكلام ما سمعوا التحذيرات مشوا وراء مجموعة تخون وتتهم الآخرين زورا وبهتانا وتجرم الآخرين وتسن القوانين في سبيل محاربة كل من يرفع صوته أمام هؤلاء. والبعض يقول لا شعب مغلوب على أمره لأن هناك قوة وإرادة دولية هي التي تحكمت بالمصير وهي اللي حطت هؤلاء وخلتهم بالمنصب ودعمتهم إعلاميا بالمال وبالسلاح وبالتالي أصبحوا أقوياء على شعب وإن كانوا بالملايين. وجهات نظر تختلف لكن بالنهاية مرحب بالجميع أن يبدي وجهة نظره. الآن مشاهدينا دعونا نشاهد هذا الانفوغرافيك اللي حنعرضه الآن بمجموعة من تصريحات مسؤولين حكموا العراق أو كانوا موجودين أثناء حكم العراق بمناصب معينة. خلينا نشوف تصريحاتهم ونعكس هذا الكلام على أرض الواقع. نتابع ونرجع. طبعا تصريحات اللي حكموا العراق واللي تبوأوا مناصب مختلفة في هذا البلد هواية حقيقة الموضوع ما حصرها وجمعها وعرضها يحتاج حلقات لكن احنا جبنا بعض التصريحات من أشخاص بارزين كانوا في المشهد وطبعا انتشر السامرائي هو نائب اجى دوره وراح لكن عرضت التصريح مالته لأنه هذا لازم يبقى كل مواطن عراقي يسمعه وين ما يشوف هذا النائب أو هذا الشخص يذكره به. قال وطبعا احنا اختصرناه قال بأنه أنا ما مستعد أتنازل عن راتبي التقاعدي حتى لا يديحون مرتي وجهالي مثل ما هذا الشعب العراقي البائس دايح بالشوارع. هذا تصريح نائب برلماني سابق ومسؤول كان في الدولة والمفروض ممثل عن شعب أو ممثل عن جماهير معينة انتخبته المفروض وتحدث بهذا اللسان بهذه الطريقة ووصف الشعب العراقي بهذا الوصف. القصد من هذا الكلام أنه دعونا نطبق الآن هذه التصريحات على أرض الواقع ما الذي حققه هؤلاء من وعودهم ومن تصريحاتهم. أبو عراق من الفلوجة تفضل حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد بالنسبة هذا اللي يتكلم هذا هو كان سربوت دايح في الدولة بدون نعم بس بدون تجاوزات لفظية. نعم أستاذ محمد عما تصريحات مرات بعض الأخوة يقول الشعب مسؤول لا
الشعب مو مسؤول على دولة الحرامية النصوص يا أستاذ محمد. نعم. وأثبتت الانتخابات الأخيرة إن ما حط طلع يا أستاذ محمد، هذول حكومة ورا حكومة جاي يجيبوها بالدوغ بالسرقات بالقوة بالميليشيات بالعصابات مالتهم. أما الشعب يا بريء من هيك ناس، ناس قادرين جايين كانوا بالدول يا أستاذ محمد. نعم. هاي فرصتهم هسه. الشعب يصبر يا أستاذ محمد الله يخليك، يصبر بس تاليتهم والله تاليتهم لا ينسحلون واحد مرة واحد. خاف يتأملون البوق مالهم الشركات الميليشيات مالتهم ما تزيدهم هاي. الشعب صابر عليهم هسه. أما احنا إلى متى الصبر يعني؟ يعني 19 سنة ما كافية صبر على هؤلاء؟ ننطيهم بعد وقت لي وين؟ ل 2024 مثل ما يروج هذا احد السياسيين والنائب السابق انه يروج لل 2024 ننتظروهم. يعني نظل احنا نخدر بالمجتمع ونخدر بالناس انه ظلوا صبروا وتحملوا يعني لو شنو؟ لا استاذ محمد انا اسف، الشعب كان يوم على يوم يتوحد يا استاذ محمد. نعم. بس اللاعبين عليهم لاعبين بعض السياسيين مع الاسف عليهم بعض السياسيين وبعض المعممين اللي يقول لك احنا ولانا لا يكذبون والله ما عندهم ملال العراق هذا. بس استاذ محمد تاريخ العراق صارت في ازمات اكثر من هاي، لكن النتيجه بالاخير الشعب ينتصر استاذ محمد. ان شاء الله الشعب منتصر بتماسك بالرجال. ما في يصورون البعض السياسيين الشعب، لا الشعب ما عمي الشعب الثاني. طيب يعني ماشي، هسه هذا الكلام ان شاء الله باذن الله نتمنى اتكلم. اريد اسالك على الوضع الحالي، وضع الناس شلون تشوفه اليوم العراقيين بشكل عام؟ يعني احنا ما راح نقول انه انت ده تشوف الفقراء لو الاغنياء، شلون ده تشوف وضع الانسان العراقي اليوم بهذا الوضع الاقتصادي ظروف البلد الحالية؟ الإنسان، هل المواطن العراقي اليوم ده تشوفه مرتاح يشعر بمثل ما وعد برفاه اقتصادي أو رخاء اقتصادي؟ هل عنده رفاهية؟ هل عنده مقومات حياة كريمة برأيك؟ محمد بالنسبة للشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، خاف أحد يقول لك الغربية الرمادي وخيره، والله كل ما مرتاحة شعب كل ما مرتاح أستاذ محمد. ليش ما مرتاح؟ لأن هاي الحكومات المتعاقدة، هاي عصابات أستاذ محمد. والله احنا خيراتنا كثيرة أستاذ محمد، نجي خدمنا نفوط من منافذ من الزراعة، بس هم جمدوا هاي الأمور كلها، يعني الصناعة هم جمدوها، الزراعة متعمدين عليها. فأنا أرجع وأقول لك أستاذ محمد إذا سمعت لي وخلي يسمعني الشعب العراقي، والله ايامهم قريبه، ايامهم قريبه ان شاء الله. شكرا سيد ابو عراق من الفلوجه، اشكر حضرتك للمشاركه. معنا اتصال السيد حسين من الناصريه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اقول لك شنو صار بالعراق؟ انت سولف لي، انت ابن الناصريه سولف لي. باور تفضل. صدام حسين. اي. صدام حسين كان حامل العراق. طيب. زين اعطيني زعيم عراقي حمى العراق مثل صدام حسين. هسه حمان النيران. طيب هسه عفنا من ماشي الكلام، عفنا من النظام السابق، تمام؟ اي. وتعال ورا 2003 وكل هالبالات ورا 2003 اجوي ورا 2003 اجوي نفس الاحزاب قالوا يابا احنا حنجيكم بوضع اقتصادي مختلف، بعراق جديد، عراق افضل. حققوا اللي وعدوا به. ايران ذلتهم. ايران ذلتهم. لا يردون عيله ولا يعلون بها. الاحزاب فاشله. ليش اليوم يا حسين؟ وسبب حسين بس اسمعني، ليش اليوم بحسب الحكومة واللجان البرلمانية يقولون
بأنه أفقر محافظات في العراق هي محافظات الوسط والجنوب، ليش؟ شنو؟ أفقر محافظات بالعراق هي المحافظات الوسطى والجنوبية، ليش هاي المحافظات تعد اليوم من أفقر المحافظات العراقية؟ الأحزاب فردتها. مو ذول الأحزاب يقولون إحنا أبناء الوسط والجنوب، مو ذول اللي دي حكمون يقولون إحنا اللي نمثل الناصرية ونمثل بابل ونمثل المثنى وغيرها. المحافظين يشتغلون الأحزاب وما يشتغلون المحافظة أخي. نعم. محافظ كل محافظة مستلمة لو من التيار الصدري لو من المجلس الأعلى. نعم. وثانيا إيران سبب دمار العراق. سبب دمار العراق إيران والتبعية الإيرانية ما يقدر إنهم بس صدامهم. أشكر حضرتك حسين من الناصرية، شكرا جزيلا. طبعا أكو موضوع مهم أيضا، لكن حقيقة خلينا نشوف بس هذا المقطع ونرجع نكمل الحديث مع حضراتكم. والله أسباب أكثرها يعني محلية، الميزانية لما ما تنقر، ولا واردات النفط هي أكثر من المعدلات السابقة، الميزانية لما ما تنقر لح ما توصل لفلوس للناس بالمستويات السابقة، فالسوق يوقف. الانفاق الحكومي هو اللي يحرق السوق بالنسبة لنا، لأن القطاع الخاص ما له ذاك الثقل. الدولة من تعطي سلف، تعطي للمشاريع، يتحرك السوق. لما ما تصرف الدولة يوصل لها الحال هذا. أكيد للدولة دور كبير. الدولة إذا ما تقدر تشيل كل المواطنين وهذا أمر طبيعي، لازم تعطي مجال القطاع الخاص يشتغل، القطاع الخاص راح يشغل الناس. القطاع الخاص من يريد يشتغل أكو معرقلات كلش هواية، من الموظفين، من دوائر الاستثمار، من الجهات المتنفذه، ما يخلوه يشتغل يبتزوه. فالقطاع الخاص احنا بيئتنا بيئه غير مشجعه للقطاع الخاص حتى يشتغل. البطاله طبعا حاليا بالعراق، البطاله انا اعتبر يعني جزء منها الشباب، باعتبار انه الشاب حاليا بدا يخمل اكثر من قبل بالحركه للبحث عن الاعمال. اثنين، يحتاج تشجيع الاستثمار، يحتاج فتح شركات أكثر حكومية وأهلية، توسيع النشاطات والقطاع التجاري أكثر، يعني حتى توسع الأعمال خاصة للطلبة الخريجين السابقين واللاحقين. يحتاج أيضا دعم الحكومة لقطاع الشباب في فتح آفاق كثيرة من المنتديات الثقافية والعلمية، من تشجيع الاستثمار. يعني كل هذه عوامل تشجع على قتل هذا المرض اللي حاليا يعاني منه المجتمع اللي هو البطالة. بالدرجة الأولى الفساد، حرامية، من لو ماكو حرامية ما يصير فقر. كل ما تشتغل انت شيء بخير انت ما يعني يصير الدنيا بخير، بس اذا يبقون حصتك وحصه فلان وكل ثاني تيجي فقر. الناس اللي هم مسؤولين على العراق الحكومة وين يعني يجي واحد من تل أبيب احتياج لهم، فما تشوف انت كل شيء. اسباب عديده من ضمنها عدم التنسيق وعدم احتساب، شلون نقول قبل يحسبون خطه 50 او خطه 20، هذا يعني ما بدون شو اقول لك، يعني عدم التخطيط بشكل مباشر. فاذا صعد الدولار واذا نزل الدولار هو ما حسب الحساب، هو يطلع يشتغل ب 5000 يحسب حساب الدولار بيصعد صعد بيش نزل، فاثر عليه من يروح يشتري، من يشتري المادة كانت ب 500 دينار صارت عليه ب 1500، فأثرت على المواطن الفقير بس. والله المواطن الزنقيل واللي عنده فلوس ما يحسب الحساب، هسه كلهم بلبنان وكلهم بتركيا. قائمين على الاقتصاد العراقي يعني الناس المسؤولين يعني عن الدولة، وزارة التخطيط، سوء استغلال الموارد، ليها يعني سبب الفقر. هو اكو اكثر من يعني امر، اولهم يعني توفير البطاقه التموينيه بشكل يعني اوسع، زياده مفرداتها وشمول اكثر عدد يعني ناس بالرعايه الاجتماعيه، للدخول يعني المحدوده او الدخل المعدم او المعوقين. السبب هو الرئيسي هو هسه قدام الشعب العراقي بيأكمله ويعرف، صار عنده خبره بالسياسه الشعب العراقي. السبب الرئيسي هو المحاصصة، العملية السياسية
اللي مارسوها هسه الان المحاصصه السبب الرئيسي هو كثره الفقر. السبب الرئيسي هم الساسه اللي استلموا من 2003 ولحد الان قيادتهم قياده فاشله. زين؟ اسال هم نفسهم الساسه اللي هي بيتهم الخزينه. لان قبل فتره ترامب الرئيس الامريكي قال عندي 600 مليار دولار بارصده السياسيين الاكثريه، قال راح اظهر اسماء ذول الساسه بس اكو ناس ما قبلوا وغطوه. زين؟ غطوا العمل. هو اللي يسرق اموال الشعب واللي يصعد بهاي الامور ما يفكر باي واحد من الفقراء. اهم شيء هو مصلحته ومصلحه حزبه اللي صاعده لهذا المرض. بالنسبه لوضعيه كلش تعبانه، هسه انا والله العظيم ملابس جاري ما مشتري، مشتكي لله. رجال اشتغل هنا بالشاي. امورنا تعبانه، يعني حتى فرحه سعدنا واحد رايح للحج، والله حتى ما مستلذ الدين بي جيته من الحج، لان نستحي. تعال هم نريد نجيب له، هم نريد نطيه، هم بدنا ناخذ له هديه. زين الامور تعبانه، هاي ناسك هاي شورجه كانت بالعيد ماكو مزدحمه. يعني الامور تحت الصفر، وهاي يوميه هاي حكومات لا تشكل. الاوضاع تعبانه، الاجارات انا قاعد بالاجار، الاجار ب 400,000 و300,000. والله غير قادرين بسبب كثره البطاله يعني هسه نسبه البطاله يعني تطلع 50-60% من الشعب العراقي، والله يعين العوائل الفقيره. كل شيء غالي، كل شيء صاعد، ليش المواطن يدي يشتري شيء ام الخمسه صار هسه ب 20؟ لان ما مي الاقتصاد والدولار صاعد وكل شيء صاعد، ما يقدر. الشعب العراقي مسكين، لا يوجد اي شيء سوته الدوله من 2000 من 90 وجاي، كل شيء ما سوت وكل شيء ما قدم. مشاهدينا الكرام، هذا لسان حال العراقيين اليوم. ناس محتاجة، ناس ما عندها، مثل ما سمعت واحد المتحدثين يقول أكثر من 50% 60% من العراقيين تحت خط الفقر، وهذا حديث الأمم المتحدة حذرت من وصول نسبة الفقر إلى أكثر من 50%. في قبل الختام حقيقة نحب نهنئ جميع العراقيين بحلول عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هذه الحلقة قبل العيد، إن شاء الله نلتقيكم بعد العيد بإذن الله. دمتم في أمان الله، وعان الله جميع الفقراء العراقيين. إلى اللقاء.